محدش أبدا هيقدر يمنعنا ان احنا نبني ونكمل بلدنا. لماذا يحب المصريون السيسي؟ سؤال شغل بال الكثيرين الذين وجدوا المواطنين المصريين يرددون جملة واحدة ألا وهي نعم نحب السيسي. وعند السؤال لماذا تعددت الإجابات ما بين لأنه شخص مستقيم ومتدين تدين طبيعي وغير مفتعل، ولأنه يفكر بقلبه وعقله معا ولا يرغب من الدنيا سوى إجادة العمل ورضاء الناس، أما ثواب الآخرة فربه أعلم بما في نفسه. لقد أعاد السيسي حسن التعبير عن طبيعة أغلبية المصريين، حيث الشجاعة الشخصية والحفاظ على الكرامة الإنسانية ومراعاة الله والضمير في العمل وعدم الالتفاف إلى الصغائر أو محاولة الكعبلة من عواجيز الفرح الذين لا يعملون ولا يرغبون في أن يعمل غيرهم. فلا شك أن السيسي بالنسبة للمصريين يعد منقذا شعبيا، استطاع أن ينقذ مصر بعدما اكتشف المصريون أن ثورتهم قد اختطفت منهم وسرقها الإخوان، بل إن مصر تم اختطافها، وأن وقوف السيسي بجانب الشعب كان موقف المخلص والمنقذ بعدما أيقن الشعب أنه لا خلاص من الإخوان بعدما سيطروا على كل مفاصل الدولة ومارسوا سياسة الإقصاء ضد كل ما هو ليس إخوانيا. فوجئ الشعب بأن هناك أملا قادما من المؤسسة العسكرية التي لا غبار عليها في وطنيتها وإخلاصها لمصر وللمصريين، وكان هذا الأمل متمثلا في الفريق أول حينها عبد الفتاح السيسي، ورأى المصريون في السيسي أنه المنقذ، فهو وزملاؤه من القادة من وضعوا أرواحهم على أكفهم تلبية لرغبة الشعب في الخلاص من الإخوان ونظام الرئيس الأسبق محمد مرسي. كما رأى الشعب أنه صاحب رؤية مستقبلية شاملة وقدرة على التخطيط والتنفيذ، وأنه جنرال كفء وبرهن على حبه لوطنه وشعبه وإخلاصه لبلده ووطنه، فقيادته كانت الأمل الذي تعلق به الملايين التي خرجت في 30 من يونيو. ظهور الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها وإعلانه وقوفه بجانب الشعب المصري كان ملهما للثوار، وأحس الشعب المصري وقتها أن قائدا عظيما يقف خلفه ممسكا بزي مهم الأمور رافضا لكل ما يخالف رغبة الشعب. فخطابات السيسي رغم قلتها فكانت كلماته تخرج دون تكلف وتعبر ببساطة عما يريد وتصل إلى قلوب المصريين الذين يشعرون أن هذه الكلمات تخرج من القلب. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. اللي بنتكلم فيه ده سنتين. أول حاجة صعبة، أنا أتحدى أي حد يقدر يعمل اللي احنا بنعمله ده في 10 سنين. وأنا عارف أنا بقول إيه كويس، لأن كل موضوع من اللي احنا بنطرحه قدامكم ده احنا ايدينا وعقلنا وقلبنا فيه. ولكن تظل مشكلة الرئيس السيسي أن الكفاءات ما زالت تنتظر والمخلصين ليسوا متحمسين، وهي مشكلتنا نحن، حيث أن البعض منا لا يبذل الجهد المطلوب ويبحث عن الحقوق قبل القيام بالواجبات. فتحيا مصر دائما وأبدا، ويحيا الرئيس السيسي رئيسا عظيما أبيا مناضلا لرفعة مصر.